والله دينا ما المشكل مش مطروح بالنسبة لي. المدرسة داخل الحرم المدرسة هو مؤمن، قد تقع أمور بجوار المدرسة كاين، لكن وضعية معزولة وتعالج ومصالح أمنية تقوم بعمل جبار في هذا الأمر. حتى في محيط المدرسة كذلك هناك تعليمات أنه حتى المشرفين على مداخل المؤسسات هناك نظر، هناك حرص على أن يكون أبنائنا في أمان. أما أن نحكم على الأمر بسلوكات فردية معزولة يقوم بها أشخاص أو ناس فهذه تعالج حالة بحالة. يبقى فقط أنه أنا نوافقك أنه هناك اتفاقية سابقا بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني نظن درناها في 2017، وراح تفكير جاري مع المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة قيادة الدرك الوطني للقيام باتفاقيات مستقبلية أخرى لتأمين أكثر في الوسط يعني الحضري أو حتى في القرى والمدارس.